اوكي نكمل. تاني قلنا الفيل الداخلي يبقى لونه وايت، والستروك يبقى لونه بلاك وقليل شوية. تمام، وابتدي ان انا برضو ابتدي ارسم تاني او اخد كابي من الاشكال اللي قدامي وابتدي ان انا اعدلها تاني بحيث انها تتوافق مع الشكل الريفرنس اللي احنا اوريدي بنتكلم على ان احنا عايزين نرسمه. تمام، وكمان عندي الايه الشكل ده، ممكن اعمل شكل بيضاوي. تمام، وابتدي ان انا اعمل له راوند، اخليه يلف كده. تمام، هو ده بس الشكل اللي انا ايه ان انا محتاجه يكون موجود. وابتدي برضو ان انا اظبط تاني، اغير في الهاندل، اغير في السيجمنت نفسها وهكذا. تمام، كل الزيادات دي هنبتدي نعرف برضو ازاي ان احنا نقدر نلغيها او نستغلها بشكل كويس. طيب هبتدي برضو اخد وليكن مثلا واحدة من دي، وابتدي برضو ان انا اغير فيها، اغير في السيجمنت بتاعتها، اغير في شكل الخارجي وهكذا. برضو هبتدي برضو ان انا اغير تاني هنا مثلا كده، ابتدي اغير في وضع السيجمنت، السيجمنت اللي هي الوصلة ما بين تو بوينت، المنطقة ديت هي دي اللي اسمها سيجمنت. كذلك هنا برضو هبتدي اعمل روتيت وهكذا. كذلك برضو هنا الموضوع وليكن مثلا بالشكل ده، وكذلك برضو هنا هبتدي اغير برضو في البوينت نفسها اللي هي الانكور بوينت، وابتدي اغير في السيجمنت. تمام كده، هبتدي اسلكت على كل الاشكال اللي عندي واخليها تبقى زي الشكل ده، يبقى الفيل لونه وايت. وكذلك وكذلك ده كمان يبقى الفيل لونه وايت. تمام، بس انا عايز ده يبقى ورا شوية، يبقى send to pack او send to يعني هبعته ورا، بس هبعته خطوة واحدة، يعني هبعته one layer. طيب لو فضل ان انا مش عارف ده موجود فين، هبتدي افتح اللايرز. اللايرز اوريدي بتيجي من اللي هي ويندو F7 اللي هي دي. تمام، ادي اللاير، هبتدي افتح اللاير نفسها والاقي تحت، والاقي اللاير تحتها سب لاير. اللايرز نفسها دي تحتها في سب لاير. لو انا مسكت ده هعرف هو فين مكانه بالنسبه ايه بالنسبه لللايرز. طيب هبتدي ان انا اقدر اخد ده وابتدي اعدل في مكانه كده بقى ورا اللايرز اللي احنا كنا عاوزين يبقى وراه. طيب تمام، انا عايز بس اشوف حاجه، هل الشكل اللي قدامي ده هو فعلا يتوافق مع الشكل اللي ورا؟ ايوه فعلا يتوافق نوعا ما، يتوافق ايوه فعلا. طيب انا عايز ده كمان يبقى داخل جوه شويه كده. تمام، ناس هتقول لي طيب الاستروك هنا يعني مستوي، لكن هنا الشكل تحس ان الاستروك نوعا ما في سحب كده. طيب الموضوع ده هنبتدي ان انا سلكت على الاشكال وابتدي اغير شكل الاستروك. شوف هنا انا غيرت شكل الاستروك اللي هو ده، وابتدي انا لو غيرت كمان في السمك بتاع الاستروك شوف الدنيا هنا هبتدي شكلها مختلف. هنا الاستروك كده.
طبعا هنا في اشكال كتير من اشكال الاستروك اقدر ان انا اعدلها في كل فتره، واقدر اعمل غيرها. يعني انا لو عايز اعمل حاجات شبه كده تانية اقدر اعمل ده بسهوله. شايفين الشكل اللي قدامي ده اصبح شكله وكانه مرسوم بفرشه. طبعا هنا 2 بوينت اللي هو انا ممكن اعمله 1 بوينت واتفرج، تمام. ده الشكل اللي قدامي، ممكن اعمله كمان نص، يبقى ده الشكل اللي قدامي. وكذلك بقيه الايه، بقيه الاسنان دي برضو انا هاخد بالاي دروبر، هبتدي اعمل كليك بحيث ان انا اقدر ان انا ارسم دول زي دول. لاحظ ان هنا في حاجه مهمه حصلت، ان الاستروك ما بقاش شبه ده. ليه؟ انا عندي هنا في الاي دروبر محتاج ان انا اسلكت على الاشكال وابتدي اعمل عليها دبل كليك. لما اعمل عليها دبل كليك هقول له ان انا عاوز اخلي الاي دروبر دي مش تاخد نفس الفيل ونفس اللون بس، لا انا كمان عايزها تبقى بنفس الابيرنس، يعني بنفس الشكل اللي انا شايفه، بنفس الابيرنس. الاي دروبر تبقى ايه، تاخد الابيرنس اللي هو ده. شوف شكل الايه، شكل الاستروك. وكذلك لو في اي افكت موجود على الاشكال اللي قدامي برضو هيبتدي ان هو ياخدها. يبقى في فرق ما بين الاي دروبر ان انا ابتدي اشتغل بشكل ده كده، ابتدي اخد شكل الفيل فقط، شكل الفيل يعني كده، تمام، من غير الافكت. يعني لو فرضا مثلا ان انا عندي دايره، هاي الدايره ديت ليها شكل كده وليها كمان شكل في الاستروك، وليكن مثلا ده، انا هبتدي اسلكت على دول وابتدي اكليك هنا. طيب لو شلت الابيرنس دي هيبتدي ياخد، انا هلغي ال 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 الفيل، هلغي الفيل، هلغي الاستروك، تمام، وابتدي اروح برضو على اي دروبر تاني اتاكد ان انا شايل الابيرنس دي، اوكي، وابتدي اعمل كده. شوف ايه اللي حصل، اللي حصل ان الشكل ده بقى الفيل لونه ابيض والستروك لونه بلاك، لكن مش بنفس الشكل اللي موجود، مش بنفس الايه الشكل ده، تمام. لو عاوز اخد دول واخليهم بنفس الستروك يبقى انا هبتدي اعمل ايه، طب كليك اقول له عايز ابيرنس، وابتدي ان انا اقول له ده شكل الابيرنس اللي قدامي. ده الموضوع، يعني انا لو خدت كده وعملت كده دي بقى ده نفس لون الفيل ونفس لون الاستروك ونفس الابيرنس الايفكت اللي موجود عليه. عظيم جدا. طيب انا دلوقتي عندي الماوس اللي هو اللي تحت ده، وعندي كمان الايه الشكل اللي قصادي. انا بس عاوز اخلي الماوس ده اوسع شوية وكذلك هنا برضو الماوس ده يبقى اوسع شوية، تمام. انا كده ظبطت الايه المساحة دي. طيب خد بالك من النقطة اللي جاية، انا هبتدي اعمل ايه. اولا ده مرسوم على لير، وده مرسوم على لير تانية، هلغي دي، تمام. الماوس ده هبتدي اخد منه بس كده ايه كوبي، وبرضو محتاج يتعدل شوية، ماشي مفيش مشكلة، تمام. هاخد منه كوبي، كنترول سي، اوكي، وابتدي ارميه على اللاير نمبر 5، كنترول في. طبعا ده هو موجود فين؟ هو موجود فوق، يعني لو عملت كده هو موجود فوق اللايرز، تمام. هسلكت اول على كل الموضوع وابتدي اعمل حاجه اسمها ميك كليبنج ماسك، ميك كليبنج ماسك. ايه اللي حصل؟ اللي حصل كالاتي، ان طبعا انا لو اظهرت الماوس الاصلي اللي هو كان على اللاين نمبر 4 هيبقى ده الشكل، هيبقى ده الشكل اللي عندي. عظيم جدا. يبقى اذا انا عندي شكل، انا شايف الماوس ده اصبح شباك، انا شايف من خلاله الايه الاسنان دي. طيب انا لو عايز تاني ارجع في كلامي هعمل ايه، هعمل ريلايز
كليبنج ماسك، انا كده لغيت الايه الكليبنج ماسك. الماوس ده موجود، موجود از باس. لو عملت كنترول واي شوف از باس، يعني ده موجود اهو، بس هو من غير فيل ومن غير ستروك. هسلكت اول تاني وابتدي اعمل ايه، ابتدي اعمل ميك كليبنج ماسك. انا فعلا عملت الكليبنج ماسك بتاعي، وده اصبح الشكل الايه اللي عندي. تمام، لو اظهرت الشكل الخارجي او الشكل اللي هو الماوس اللي انا كنت رسمه فيها فيما قبل اللي هو ده، هيبتدي يبان عندي ان ده الشكل اللي انا ايه وصلت له. طيب هنبتدي نستكمل الحلقه. انا عايز بس اشوف الجزء اللي هو الشكل ده والشكل ده، دول انا ما رسمتهمش يعني فيما قبل، ما رسمتهمش في الريفرنس الاساسي. طبعا انا ممكن اعمل كليبنج ريلايز كليبنج ماسك، والجزء اللي انا رسمته اللي هو بتاع الماوس ده هبتدي اعمل له ممكن كنترول 2 يعمل لوك للجزء اللي هو ايه اللي قصادي ده. تمام، وابتدي ممكن ارسم تاني على لاير نمبر 6. تمام، وابتدي اعمل ايه، ابتدي ارسم الجزء اللي هو ايوه هو ده، ابتدي ارسم الجزء ده. طبعا ممكن ارسمه كبير كده مفيش مشكله، لان انا اوريدي هبتدي ان انا اعمل الكليبنج ماسك بتاعي وابتدي اخلص الموضوع بشكل افضل من ده. تمام، وده مثلا لونه ريد مثلا، او شوف انا ممكن ارجع تاني افك التمبلت. تمام، واخد الشكل اللي قدامي ده وابتدي اعمل ايه، ابتدي اعمله نو فيل. هبتدي اعمل كده. هو ليه مش عاوز ياخد اللون؟ لان انا اوريدي عامل ايه الموضوع بتاع الابيرنس ده. اوكي اهو تمام كده خد اللون. هرجع تاني اعمل ده از تمبلت. تمام، طيب الجزء ده اوريدي معاه ستروك. اوكي، نعمل ستروك لونه بلاك وليكن مثلا بالشكل ده كده، اهو لونه بلاك. تمام، كذلك الناحيه الثانيه برضو في برضو جزء انا ممكن اعمل شكل وليكن مثلا شكل دائري كده لنفس الايه اللون. طبعا انا هغير برضو الستروك واخليه بشكل ده كده. تمام، ويمكن سمكه يبقى اقل. اوكي، ده الشكل. عم بشوف الريفرنس، هو الريفرنس هنا ناهي في حته معينه. يعني انا لو خليت ده كده وده كده، اوكي اهو كده. انا عايز الجزء ده از يبقى يعني سموس اكتر، وده كمان سموس اكتر. تمام اهو كده. طيب هبتدي اعمل كنترول الت 2 علشان اظهر الايه الباس اللي انا كنت هبتدي ان انا اشتغل عليه الكليبنج ماسك. طب ودول فوق هبتدي سيلكت عليهم وانزلهم برضو في اللاير نمبر 5 والغي اللاير دي. انا محتاج ان الشكل او الشيب ده يبقى فوق، يبقى الت كنترول دال يبقى اللي هو برينج تو فرونت عشان يبقى فوق. هسلكت اول على الشكل ده وابتدي اعمل ايه، وابتدي اعمل ميك كليبنج ماسك. تمام، ميك كليبنج ماسك. طب وانا عندي الشكل الاساسي اللي انا كنت رسمه، انا كنت واخد منه كوبي اللي هو لونه بلاك اللي هو الشكل ده، اللي هو الشكل ده. تمام، يبقى اذا دلوقتي انا رسمت العين ورسمت الوش او اللاي اوت بتاع الوش، وده الشكل اللي انا وصلت له لغايه دلوقتي. هذا برضه اروح تاني ان انا افك، او ممكن انا اعمل كوبي من اللاير نمبر 1 ديت واخلي في جزء يعني في لاير منهم مش تمبلت، بحيث ان انا اقدر ان انا اخليها تحت كده كمان، بحيث ان انا اقدر ان انا ايه اوصل لها في اي وقت. بس انا محتاجه ان هي تبقى لوك، يعني ممكن اقفل كده الايه اللاير دي من الشغل
بحيث ان انا اقدر ان انا اسلكت على الشكل الخارجي واقول له انا عاوز اشتغل اشتغل اخد اللون ده اللون ده. تمام. طبعا ترتيب اللير تبقى تحت بحيث ان ده يبقى الشكل اللي احنا ايه وصلنا له لحد دلوقتي. طيب الشكل الخارجي دوت ما يبقى ليه ستروك ضروري كله ستروك، وكذلك مفروض ان الشكل الستروك نفسه يبقى برضو واخد الشكل ده. اوكي. وممكن اكبر الايه الرسم شويه او الستروك شويه، او انا ممكن اديله برضو اي نوع من الاشكال بتاعت الايه الستروك. تمام. نبتدي نكمل دوت في فيديو لاحق.